الشرقية في بغداد نقلا عن مصدر أمني بقيام القوات الأمنية بقطع أغلب الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير تحسبا لأي خرق أمني محتمل استعدادا لتظاهرات السبت. وقد توافد مئات الشباب والناشطين من محافظات وسط العراق وجنوبه في وقت مبكر مساء الجمعة على بغداد للمبيت في ساحة التحرير والمشاركة بالتظاهر المليونية التي دعت إلى تنظيمها اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات. وأظهرت صور